بلاد ورثها ديالي ورثها في بوق وحنا ملي كان الراجل حي كنا نمشو نحرطوها ملي مات الراجل ما تيتقديت على شيء ما تيتقديت على شيء عاد ملي جالو فيس خسرتنا وما نادو ترى ما وليها شدوها بلاد من بلاد ديالي ورثها في الوليد خليها لي الوليد ماشي زعما انا وما تقدروا عليا أنا شوية قضيت صحة والراجل مات الله يرحمه هو قوي يتعرضوا لي وليدي أنا ما نعرف لي لما نعرف نعقل لي 2009 2009 أنا ما نعقلش لما نعرف الشهرية تاعت دابا أنت شنو بغيت؟ بغيت بلادي بغيت بلادي أنا قالعينها لي راه قلعوها لي من بعد راه مالهم فيها تخط راه بلاد تاعت وليد وورثها ليه وقلت نحرطها ملي كان الراجل حي ملي مات انا عيش شويه ما دري هذا كان يقرا في دار البيضاء وانا بقيت وحدي ما ودوك انا بلادي ما خصني يعطوها لي السلام عليكم هاد فاطمه شاكير هي الام ديالي كنوب عليها بوكاله عرفيه هاد الناس كان في حياه باهم شدوا لها واحد الارض ملك بالرسم ديالها بالملكيه ديالها بقات كدعاية ويوم دخلوا لها 1974 من 1974 إلى 2001 عاد نفذناها ورجعت لنا لبلاد الملك جاء بقات عندنا الأرض تما تاعت الجموع عندنا الأرض الجموع الملك ملي جات 2009 جاو تراماو أبناء جاو تراماو على الأرض الجماعية الأرض السلالية ملي جا لوفيس تما كيعبر سجلوا أنفسهم فيها وبداو كيقولوا حنا كنقولوا ديالنا وما كي تراموا عليها خاطوها باش تقادوا هما وهذاك النواب اراضي الجموع ومع الشيخ ومع الكاتب تاع القيد تقادوا معاه باش يقتسموا هذيك المبلغ ديال هذاك ملي ياخذوا من الاوفيس يدوزوا لهم ملي ياخذوه يقتسموا فيما بينهم مشينا ليهم ملي كتكون شي جلسه انا في القياده القيد من جيتهم العمله حتى هي من جيتهم كلشي الحكومه كلشي من جيتهم هنايا هاد اعوان السلطه ولا العماله ولا ملي كنقول لهم داك ملي تكون شي جلسه ما كيرسلوش لينا استدعاءات باش نجيو نحضروا الجلسه باش نحضروا الشهود ديالنا بانهم هذيك البلاد راه ديالنا وارثها الوالده من باها اب عن جد ما كيديروش معنا حتى كيصدر شي قرار وعندنا قرار عندنا قرار في هذوك البقعة قرار صادر في 16/1/1985 ولو صدور هذاك القرار ما كيعطونش الاهميه ملي كتجي عند الكاتب تاع
جعد القيد يصيفطك عند الكاتب، هو اللي كي هو اللي كي هو اللي كياخذ لهم باش باش يعطي القيد، يدوس القيد ويدوس العماله ارض الوالده. قريبا واحد البقعه فيها واحد 20 هكتار تسمى بالحصيه، والبقعه الاخرى دري حداني بقع الشياع مع الورثه فيها تقريبا واحد 50 هكتار، باقي ما خلصوهاش، باقي النزاع. تقريبا تكون في هذه الحدود، وغتكون فيها واحد ربما واحد شي 400 مليون، ولا لان 20 هكتار كتعطي 100 مليون، وزيد هذيك 50 هكتار الاخرى بوحدها راه كتعطي حتى هي واحد 300 ولا 400 مليون اللي بغا يقتسموها فيما بينهم. ملي كتشوف راسك ضاعت لك 400 مليون؟ ضاعت لي، ضاعت ليها. وتشوف الحاله ديالها كي دايره، وجريناه وكان جروه كامل، كنمشيو للعمل كيقولوا سير عبد القيد، ملي جاو عبد القيد يقولوا سير عبد الله الطالب، وحنا لا حول ولا قوه، هي كتعاني باغا باش تعيش، باغا باش لا حول ولا قوه، هي معاقه لما يطرو تاع الحلم خاصها باش تشريه، خاصها هي هذاك الورد تاع با باغا تستافد منه وتعيش فيه. هي بقات لا حول ولا قوه لها، هاد ملي تعود فيها السن باش تقطات من غير جهه، هادشي هي اير ديال با، حلوا الله عليها. لهذا كنطلبوا من جميع الادارات وجميع الحكومات وجميع النيابه العامه ولا الداخليه ولا اي العدل، يعطيها حقوقها باش تعيش. تحقرنا بزاف، لانه هما هذوك الناس اللي داخلين لهاد البلاد ميسورين، عندهم اموال باهظه، ما ادوس احنا ملي كندقوا عليهم ما كيشوفوش فينا، ملي هما كيعقبونا، هما اللي بحال هما اللي كيحكموا، هما اللي مستولين على القيد، على العام. ملي كنمشي للعماله كيقول لك عبد الله الطالب، لان كيعرفوهم العماله وكيعرفوهم هنا القياده، جميع الادارات كيعرفوهم، فهمت، جميع الادارات كيعرفوهم ميسورين، وعندهم فلوس، عندهم فلوس باهظه، فهمت، عندهم فلوس باهظه. كنوجهها لجميع المسؤولين، جميع المسؤولين، لا النيابه العامه ولا الداخليه ولا العدل، جميع المسؤولين اللي كيتعلق بهذا الشيء خصهم يشوفوا بنا. وكنوجه الرساله للملك ديالنا محمد السادس، يشوف فينا ويشوف هذه السيده، لان لا حول ولا قوه. جرينا من الملك خاضوه لنا من 1974 حتى 2001، هذا خدناه، ها هو ارض جماعيه سلاليه وارتها، وعدنا القرارات وعدنا الاحكام، ولا حول ولا قوه، ما يعطوناش حقنا. كيسدوا علينا ملي كيجيو اي اداره كنمشيو ليها يعطوها ويخلونا حنا هكا، والقيد ولا عوان السلطه، الشيخ ولا النايب ولا كاتب تاع القيد، كل شيء معاهم، ما كاينش بغا يدخل على القياده، ما كاينش اللي يخليك، لا طالبه باش يعطي شي ورقه، ما كاينش اللي يعطيها لك. هذا الشيء اللي كنطلب من جميع الادارات، كنطلب من جميع الادارات، جميع الناس المكلفين بهذه الشؤون يشوفوا فينا على الرحمه. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.